مع تصحيح التمرين الأول، إذا نرجع إلى سؤال نقرأه مع بعض. إذا نذكر أن هذه ثلاث أسئلة مستقلة، إذا General Independent Questions. السؤال A: The nuclear matter density distribution can be taken with the following form، واللي هي بالطبع دالة فيرمي. رو ار يساوي رو زيرو تقسيم واحد زائد اكسبوننشال لهذا النسبة هذه اللي هي ار ناقص كابيتال ار وتقسيم A. Explain why and give the meaning of each parameter shown in the equation. Explain why معناه explain why rho r is convenient to describe the nuclear matter density distribution. والمطلوب أنك إذا كل parameter اللي موجود هنا إذا تشرح ما هو وما يعني. Okay, rho zero, r صغير, capital R و A. إذن the distribution rho r اللي هي rho 0 على 1 زائد exponential r صغير minus capital R تقسيم A describes an almost constant density اللي هي rho تقريبا تساوي rho 0 close to the center، يعني عندما r يساوي تقريبا صفر أو r يتقرب من الصفر. إذن r هو الفاريبل، r الصغير هو الفاريبل، هو اللي يتغير من صفر إلى زائد ما لا نهاية. أوكي، وفي المركز R إذا يساوي صفر، وفي هذا الحال هذا الدالة هذه تأخذ تقريبا القيمة رو زيرو. وهنا شوف رياضيا R عندما R هذا يحد إلى الصفر، أوكي، هذه تساوي تقريبا صفر. لماذا؟ لأنه هذه الريشو نيجاتيف. وعندما تعملوا مثلا عندما تأخذوا الاقتراحات اللي أعطيناها لكم في التمرين أنه كابيتال R يساوي 10 فيرمي وأي صغير يساوي 1، إذا عملتوا exponential ناقص 10 هذا يعطيكم 0 تقريبا، وبالتالي الدينومينيتور يعطيكم تقريبا 1، وبالتالي رو R تساوي تقريبا رو 0. إذا تساوي رو 0، ورو 0 بالطبع وش هي؟ هي central density في هذا الحال، لأنه هي قيمة الدالة في المركز عندما R يساوي 0 تقريبا. بعد ذلك عندنا a gradual decrease around the surface، يعني عندما R يتقرب من capital R، إذا capital R هو ليحدد سطح النواة، يعني هو نصف القطر للنواة بالنسبة لنا. رو زيرو بالطبع هي central density، والكابيتال R إذا هو الراديوس، وهو اللي يعرف إذا سطح النواة can be approximated to be R zero multiplied by A to the power 1/3. هذه على حساب الدراسات اللي عملناها، دراسات حول الراديوس. أوكي، وفي كابيتال R عندما الR الصغير يساوي كابيتال R تماما، أوكي، هذه تعطيني إذا R ناقص R يعطيني صفر، والإكسبوننت إذا تعطيني 1، 1 زائد 1 دينومينيتور يعطيني 2، وبالتالي رو R يساوي رو 0 على 2. أوكي، إذا قيمة الدالة، قيمة الكثافة في على السطح هي النص. أوكي، وهذا بطبع الاتفاق الكونفنشن اللي عملناه. والـ A البارامتر الأخير A measures the thickness of the surface. بطبع الـ surface ليست دقيقة، ليست قيمة واحدة فقط. أوكي، إذا بالطبع نعرفها بالراديوس كابيتال R، ولكن نحن نعلم أن الكثافة لا تساوي صفر ولا تساوي 100% تماما على هذا القيمة هذه. أوكي، أو بالأحرى لا تساوي 100% قبل ولا تساوي صفر بعد. أوكي، وإنما هي متغيرة، إذا تنقص تدريجيا، إذا المسافة صغيرة قبل R وأيضا مسافة صغيرة بعد R. وهذا المسافة بالطبع المسافة اللي تتغير فيها الكثافة من 90% إلى 10%، هذه اللي سميناها القشرة أو the thickness of the surface. أوكي، أو سمك السطح. في السؤال بي مطلوب أنك ترسم هذا الدالة هذه باستعمال الاقتراحات هذا. Okay, draw a sketch of this function with an arbitrary value of the central density. إذن arbitrary value of the central density معناه لقيمة رو زيرو خذ ما تريد. Okay, إذا حبيت تأخذ رو زيرو يساوي 10 أو 1، الوحد ما تهم. Okay, بالطبع في الحقيقة لازم نعطي الوحدات ولازم تكون الكثافة، ولكن لهنا فقط it is a sketch. Okay, هو شيء صحيح من حيث الرياضيات ولكن ليس صحيح 100% من حيث الفيزياء. Okay, باش نفهم إذا الهدف والماهية من هذا الدالة هذه. إذا capital R يساوي 10 فيرمي والسمك أو thickness A يساوي 1 فيرمي. إذا نحترم النتائج اللي تكلمنا عنها في السؤال A واللي هي مربوطة بخصائص هذه الدالة هذه.
إذن لهنا رسمنا إذن رو آر بدلالة آر، آر بالفيرمي، واخدينا إذن الجرادويشن حقنا هما 5 10 15 فيرمي، 10 بالطبع 10 فيرمي هو كابيتال آر. اوكي هو كابيتال آر، إذن حتما في هذا النقطة هذه لازم السنترال دنسيتي تكون عفوا لازم تكون الدالة نص قيمتها في السنترال دنسيتي. اوكي إذن السنترال دنسيتي هنا خديناها رو 0 يساوي 1، كنا قادرين ناخذ 10 وكنا قادرين ناخذ 5، إذا خدينا 10 هذه لازم تكون 5، إذا خدينا 5 هنا هذه لازم تكون 2.5. اوكي المهم انه هذه الاشياء هذه لازم تكون صحيحة. اوكي هذه لازم تكون نص هذه. اوكي وبعد ذلك لدينا الـ A، اذا we will take row 0 عفوا يساوي 1 in arbitrary units. اوكي وبعد ذلك نشوف تاثير A وش هو. مثلا اذا خدينا اذا R زائد A، اوكي يعني مسافة A بعد ال R، اوكي وش نلقى؟ نلقى ان رو تساوي 0.27 رو 0. بالطبع تستعملوا هذه الدالة هذه. اوكي ودائما قيمة رو 0 ما تهمنيش، هنا خديتها 1 اذا هذه تعطيني 0.27. اوكي هنا عفوا اوكي هذه القيمة في اذا 10 زائد 1 R زائد A، 10 زائد 1 اذا في 11 فيرمي قيمة الدالة تساوي 0.27 اوكي مضروبة برو 0 اللي هو 1. وعندما ناخذ مسافة A قبل ال R باش نقيس الثيكنس تقريبا، اوكي باش نعرف كم الدالة تسقط هنا والمسافة اللي تسقط فيها. وإذا خديت إذن قيمة الدالة في R ناقص A تعطيني 0.73 رو 0، إذن هذا النقطة هذه 0.73 وتعطيني النقطة الثانية. هكذا إذن نمر من 1 وبعد ذلك عندما نوصل هنا لازم نمر بهذا الثلاث نقاط على الأقل، لأنه هذا الثلاث نقاط إذن داخلين في البيان، أوكي ينتمون إلى بيان الدالة. وبعد ذلك نحن نعلم أنه عندما هذا الـ R هذا يحد إلى زائد ما لا نهاية، الإكسبوننت تحد إلى زائد ما لا نهاية، الدينومينيتر يحد إلى زائد ما لا نهاية، وبالتالي رو آر تحد إلى صفر لأن رو زيرو ثابت. أوكي إذن بعده إذن ما يهمش الدالة سوف تحد إلى صفر. أوكي ونكون إذن رسمنا بصورة إذن بدائية، ليست صورة إذن تماما صحيحة 100%، نقولوا نسبة الصحة تاعها نقولوا 95%. أوكي من حيث الرياضيات فهي صحيحة. ملاحظة رو 0 can be determined from the condition رو equal رو C. اوكي اللي بالطبع لتذكيركم انه اذا كنا نعرف الكثافة كثافة الشحنة رو C اللي هي كثافة الشحنة، نحن نعلم انه الانتجرال لهذا الدالة يعني الاريا هذه اوكي من صفر الى زائد ما لا نهاية لرو R دي R يجب ان تساوي الشحنة الكلية للنواة اللي هي كابيتال زي E. إذا بهذا الرو آر بطب هي هذه. أوكي؟ وعندما توضعوا هذا يساوي 10 وهذا يساوي 1، بالطبع هذا الانتجرال تساوي هذا ثابت، إذا تعطيكم رو 0 تحديدا في الحالة هذه، ولكن هذا لم يكن هدف السؤال. والسؤال سي write the one neutron suppression energy إذا SN using the atomic masses. شايفين؟ لهنا مشروط أنك تستعمل the atomic masses. Then using the binding energies، إذا لازمني معادلتين. أوكي المعادلة الأولى باستعمال الكتل الذرية والمعادلة الثانية باستعمال طاقات الربط. وبالطبع هذه مراجعة مباشرة من الكتاب. أوكي إذا Sn وش هو؟ هو كتلة البنت، يعني نفترض أن الأم هي XAZ وهذا الأم هذه خسرت نوترون واحد، هذه هي الفكرة. عندما ننزع منها نوترون واحد فسوف تتحول إلى نواة ناقص نوترون، هي هذه. شايفين زي ما يتغيرش لأنه عدد البروتونات، A يتغير إلى A ناقص واحد لأنه ناقص نوترون واحد، وهناك كتلة نوترون هنا. أوكي وبعد التحليل الرياضي نتحصل على هذا النتيجة أنه Sn هو كتلة البنت ناقص كتلة الأم زائد كتلة نوترون واحد. بالطبع هذه الكتل تحسب بال الاميفي او الجي في. اوكي وحددنا هنا فقد ذكرنا انه هذه لازم تضرب بسي تربيع، اوكي لانه هذا طاقه. اوكي ولهنا نعني ام سي تربيع كل مره، كل ما نكتب ذره كل ما نكتب كتله فنحن نعني ام سي تربيع. لهنا ام سي تربيع وهذه ام سي تربيع وهذه ام ان سي تربيع. اوكي هذه المعادلة الأولى المطلوبة، والمعادلة الثانية هي باستعمال البايندين انرجي للأم اللي هي هذه
والبايندين انرجي للبنت اللي هي هذه، اذا هي البايندين انرجي للام ناقص البايندين انرجي للبنت.